شيد مسرح أتينيو في عشرينيات القرن الماضي على يد المهندس النمساوي ماكس ليكسمان. كانت الفكرة من تشييد هذا المبنى أن يكون مركزاً ثقافياً لتعليم رقص التانجو وإقامة عروض الأزياء في واحدة من أهم أحياء بونس آيرس، حي ريكوليتا. في خمسينيات القرن الماضي تم تحويل هذا المكان إلى صالة سينما ثم استوديو تسجيل إذاعي. كاردن كارلوس الذي يعد رمزاً للأصوات الأرجنتينية عالمياً مرة من هنا. مع الأزمة الاقتصادية وانتشار التقنية الرقمية في التسجيل، تم تحويل هذا المكان إلى مكتبة، وليس أي مكتبة. يقصد هذه المكتبة ما يقارب المليون زائر سنوياً، وهي تبيع ما يقارب 700,000 كتاب سنوياً في عصر يحاول فيه العالم الرقمي أن يكون بديلاً. مرحبا سيدي. مرحبا سيدي. أبحث عن أنخل، هل تعرف أين هو؟ هذا أنا. أهلا أنخل، أنا ليث. أريد كرواسون وكوب ماء وقهوة لذيذة، لكن قبل ذلك أريد أن أعرف، أنت تعمل هنا منذ زمن طويل؟ أعمل هنا منذ 42 عاما. هل هناك فرق بين زبائن الماضي والحاضر؟ هذا أكيد، فاليوم يأتي إلى مقهانا الكثير من السياح حول العالم، أكثر من الأرجنتينيين الذين كانوا يرتدون ملابس رسمية كلاسيكية وربطات عنق للقدوم إلى هذا المقهى الأدبي. أما اليوم فالسائحون يأتون إلى هنا بملابس رياضية أحياناً. شكراً، هيا بنا لنجلس. كافي تورتوني هو المقهى الأدبي في الأرجنتين، شيد في القرن 18 على يد أحد الفرنسيين أو المهاجرين الفرنسيين. شخصيات عالمية زارت هذا المقهى الذي كان وما زال مقصدا لوجوه بارزة في المجتمع، كالرئيس الأرجنتيني الأسبق مارسيلو دي ألفيار، وملك إسبانيا السابق إخوان كارلوس دي بوربون، والعالم الفيزيائي ألبرت أينشتاين. ليث بزاري، العربية، بونس آيرس، الأرجنتين.